لماذا لا أراك تفتح إذاعتك؟ يا درويش ماشي حيار، هل أذهب إلى البقالة أجتلب لك لبسا من الحيار؟ لا لا لا، معي حيار. ولماذا تقول قبل قليل لا يوجد معك حيارة؟ وأنت لك عذر ولا لك حمار؟ لم أعتادك بهذا الحال منقلب الأحوال. إني أراك شارد الدهن، لك مزاج متغير. هل أغضبك فينا أحد أو أنت شخص لا تبالي؟ اعتدنا فيك الضحك والصفطة. قم من قبالي، وإلا رمحتك رمح الحمار. يا هولتا، لقد أكسبت الحليلة مني وأصبحت شاعرا لا يشق له الغبار. عد لي البيت يا عمو ناصر. بس بلا بيت بلا دار، قم من قدامي ولا بكسر الراديو دي من قورك. يلا. قال حمار قال دار. وقته لا بوي انا واضح الحين شغل الحين دي. وماشي هنا برضو سعد الله. شي مع قلم يا اخي؟ قلم؟ من الحين كان معك قلم تكتبه يا اخي؟ هذا يقطع يقطع. ايوه بغى له كتي. ولا نقول لك بغى حد معك يدف. سياره هو. انت بسالك سالنا، يوم تروح المكتبه وتشتر قلم، ايوه تقول لهم اعطونا قلم في نص مداد، ولا تشتر على قدر عديك؟ وليش السؤال هذا؟ نشوفك اليوم تشتر قلم وبكره يخلص. يا اخي هذا من كثر الكتابه يدي ما توقف. وبعدين ان شيء عجبني ما عجبني اشخط وبعدين ارجع ازقل بالورق هذا. بس لو قلت كذي قالك قلم ثاني نوع خاص. واهو قالك قلم مربوط حقه المداد من الخزان ولا اقول عوامه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيش معه؟ لا أدري. أوه، عم ناصر، حلو منين؟ عاد كلمنا والعاد يسمع للإذاعة. واليوم اليومين دي مرة حلو. ده هو منين؟ أضف إلى ذلك أنه أصبح كثير النوم. كثير النوم ها؟ بالله تخيل واحد عن عمك ناصر درويش والعباد، إيش كثير النوم؟ يبتول الغل. وما دخلي أنا؟ وحقالك وا إلا أنا. أسئلتك الطفولية. أسئلتك الطفولية؟ ما شفت حليلتك الهبلة يا شاعر الغفلة واحد. تذكرت لقد أصبح العم ناصر شاعرا. والله أتدرون ماذا قال لي؟ هات وقال. قم من هنا من قبالي، ولا رمحتك رمح حماري. يا سلام رمحتك رمح حماري. قلت لكم اثنين منكم عند عم ناصر، خاف والله يبتولوا السفر يبتولوا الفقر يبتولوا كل شيء. صدقوني شفت حقه البطاقة. تعرفون كم سنه؟ 32. من وراكم شيبتوبوا، خاف الله يبتوه ملح. اسمع يا الزير سالم انت. بغيتك تفك علي، ما بغيتك تلقي لي محاضرة. اوعى صلواتك تكتب انت. ايه ما تكتب دستور له، قاعد تخرط وترخرط. اسمع خلي لي حالي. يا العباد. وصل مسكين. يا العباد. طيب. أين أنت يا العباد؟ طيب لحظة شوي هنا عند التلفزيون السالب. إيه وابعد. يا العباد.
انه يغسل الخيل بالماء والصابون والشامبو. يا العباد تعال. يا اطيب الناس في معاملتي. يا اطيب الناس وينك؟ حرام بتداوي عينك. انت رجل والرجال قليل. ها وابغيت بقاري الوصاة. هات اطلع. ها كعرفت انه بيوصيك. انتم لو كنت معكم وصاة تعرفون تمدحونا، وهي ماشي معكم وصاة تعال قومنا. يعني ما انت سهل يا العباد. ندكي. وصف الذكي. واسمع يا ذكي. ايوه وابعد. انا بغيتك تشير لي قلم من البقاله. بغيت قلم فطلط ولا قلم مداد؟ تعرف الفطلط؟ حبابتنا من الوادي تقول للقلم يقولون له فطلط، ويدي يقول له بلسم، والقلم الناشف او قصدي القلم اللي هم مداد يقولون له ناشف. باين الحين سمعنا. قلوا بيوصيك تجيب القلم. هات ان احنا نص كيلو البن. وين يبو؟ نص كيلو البن بودر. وين يبو؟ من البقالة دي اللي عندنا اللي هنا اللي تحت دي. طيب تمام. ده حق القلم وده حق اللبن البودر. ايوه بس تعال تتلخبط مساكن كده افضل. القلم بمية واللبن بألفين. نيات هنا ونيات هنا عادي يعني. لا انت تم كده افضل. سعد الله تمام. ولو قديت بعدين تعال بنكمل القصة حق حباتك ان شاء الله. هيا حيا بكم. هيك. انت رجل والرجال قليل. دايب. يا أطيب الناس. حياك الله. يا أطيب الناس في معاملتي. حياك الله. يا أطيب الناس. حياك الله. أنت هبل والهبال والهبلون قليل، وإذا خلصوا فسعيد البديل. عم ناصر ما دامك جلست ودي جلسة. مالك يا عم ناصر؟ ايش حصل؟ في شي ولا شي؟ يعني بتكلمني ما بترد علي طول؟ يعني كلام الجماعة صحيح؟ لا كلام الجماعة صحيح. أنا إنسان ولا ما أنا إنسان؟ إنسان. ومن حقي نعيش معي واحد ولا ما هو من حقي؟ من حقك ونص. خلاص غلق الكلام. يعني كلام اختلف دحين يا عم ناصر. يعني كلام الجماعة صحيح إنك ما بغيتهم عندك الغرفة. كلكم أبغيتكم عندي، وبروح بشوف عزبة ثانية. كلام برضو ثاني. وين اللي حصل طيب؟ إنك بتروح لعزبة ثانية. طيب أنا جلست معك الآن. فضفض لي ايش اللي صار وقول لي. يا ولدي خلاص انا خريت اللي في قلبي. لا حول ولا قوه. ما دامك زعلان نبغاك دحين اللي في قلبك تخرجه لعندي وانا بسمع منك. دحين يا سعد الله. لا اله الا الله محمد رسول. وصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. دي القلم. مشكور يا العباد. مشكور. 200 كم مشكور؟ كم 200؟ يعني العدي جابت لك القلم بس؟ العدي جابت لك القلم. لا دي باقي الحساب حقك. اصبر اصبر. يعني كيف انت يهودي؟ كيف لقيت بهذه؟ القلم 200. القلم 200 لانه روح دي 1900. نعطيتك 2000. 2000 باقي لك باقي 100 ومفروض تجيب اللبن. خاف الله اللبن حصلته ب 4800 كيلو. جيت حسبناها لقينا نص بكم؟ ب 2400. طيب انتوا اعطيتونا كم؟
عطيتونا ال 2200 باقي 200 و100 ضربتهم بي ماشي منها شهر هذا عديكم يا بتلا القلم القلم بكم؟ 200 يكتب من نفسه تراحي فوق الورقة هو يثير بس عقل البس الحديد والله اوبا بغيت نقول لك الحين اللي بين عنده ب 4800 هلا ناس سألت في السوق انا جاي قالوا لي ب 4000 نقصة العدي ولا كان قد جبته سعد الله صاحب البقالة ذا اللي عندنا ايوه اسعاره خيالية والله ان اسعاره خيالية قلم هذا انا شليته من السوق ب 100 ريال ب 100 ريال والزبادي اللي عنده في السوق يبيعوه ب 200 وهو يبيعه ب 250 شغله ده ده ما حد يشتري شيء من عنده ده ما حد يتعامل معاه ده خليه يقول له تقول لي ديلا مستغلين يقول لك فرصه انا بقاله في المكان ده بتنح خلق الله السوق بسعر وهم بسعر يا سعد الله هذا يسموه استغلال هذين ناس انتزعت من قلوبهم الرحمة سكي يا العباد عطول قلم وانت اكتب بمئة قم هتحقني قم ردها ولا روح بقالة تانية وهات الوصاء ردوا قل له ما بغو كيف تخلونا قاري الوصاء حقكم دي الحين بقيت هنا قل له بغينا قلم بسروال روح ولا اقول له هات نصه بمية يبو بلغتك ما كذي لا عشان دي قاعد بمية ودي بمية ريال ده روح انت يلا من بقالة تانية بتحصل ارخص دي مجرم دي اي تقول لي نا بتقول له هو قول له انت قول له يقول لك مجرم انت بديله قول له سعد الله يقول لك انت مجرم ان شاء الله بقالة ابو المجارمة يسميها مفروض يلا واه الله بعضهم يحاسبين نحن بس معانا خزنة بنسحب منها مسكوا واشتروا وهد والله شغلة يا أخي شغلة هذه ها صراحة جلست معاه جلست دخلت في حاله لما قال لي السبب صراحة نحن مقصرين يا شباب معاه في ايش مقصرين فأما أنا فلم أقصر فخرجوني من دائرة التقصير لأن كل ما يريده عمو ناصر ألبيه بكسر الهاء الهاء أما أنا ما قصرت معاكم مع اللي عم ناصر يا شباب يا شباب خلونا نفهم وا السبب خلونا نفهم وريان ما حد يقاطع ما حد يقاطع هات يا ضياء هات قال انتم وعدتونا ولا قمتم بوعدكم بمعنى وعدنا قلنا واضح ان احنا في روضة ما حد يقاطع تذكرون احنا لما قلنا له بنعلمك ولا قمنا بوعدنا كلامك صح يا ضياء احنا ما قمنا بوعدنا صح من الناحيه دي نحن مقصرين الحمد لله انا خايف انه زعلان مني طلع له ماشي منه الحمد لله طيب دحين ايش نفعل نحن اسمعوا يا شباب انا عندي فكره المفروض ان كل واحد مننا يتبرع ب 2000 ريال من شان نشتر متطلبات التعليم درويش درويش ماذا تريد؟ ألا بسألك بقول لك بيشلوا من كل واحد 2000 ريال بيقع بكم 10000 ريال ودي كله بيشترون به سبارة وتباشير يا أيها العباد متطلبات التعليم كثيرة ولن يكفي المبلغ بيشترون شنطة وزمزمية وبيروح الروضة دي لا يحتاجوا إلى شنطة سوف نعلمه هنا في العزبة طيب شوفوا اللي بيتعلم ولا بنخسر انفسنا على الفاضي دي سلوى انا ما ابغى شيء منكم ما ابغى شيء منكم فلوسي حق التعليم انا بدفعها بس انتم صدقوا وعلمونا لقد قسمنا وحلفنا اننا نشاركك التعليم
بالمال والمجهود. ملقي حركات يا عم ناصر، ملقي النيم وانت تسمع. وين؟ وكانكم جبتوا السيمان؟ وين التباشير اللي بتكتبون به؟ ولا وزعلانين انه عم ناصر يقولوا يحسبوا بورتي. يا ايها العباد، الناس قد تطورت وصعدت الى القمر، وانت ما زلت تبحث عن الطباشير؟ يا ابو العريف، نبحث عن التباشير طيب؟ ولا بواش مكتبون في السبوره دي تحسن لابوها؟ لسعيد يا ولدي، انا ما بقدر الاقي شيء، والله ما بقدر الاقي شيء، وديري يا ياسين انه بتقوم فوق راسي. وبعدين بغيت بعرف دحين جبتوا البتره دلوها وراكم بغيتوا تلقون بخوري. وعاد ما بيتعلم على كل هذا يا عم ناصر صنبوره تنطق بالصاد وليس بالسين. يا عم ناصر، هذه صنبوره حديثه، تعليم للتعليم، والكتابه بالمعالم السحريه. طيب وما بغيت بالاسراف ذا؟ بتجيبون كل يوم سبورك ما عليه؟ ها؟ اسراف؟ وبعدين قل لي بسرعه بتمتلي؟ يا عم ناصر، عم ناصر اللي بنكتبه بنمسحه. ها؟ ايه بتمسحه، ايه بتمسحه عارف، بس انت قلت لي واه؟ قلت لي انكم بتكتبون بالمعالم فيها. ايوه. وكيف بتمسح المعالم؟ لا بوريك. هات شوف. ها شوف كيف يا عم ناصر. ها 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 في اسراف. هذه البتره هي نفسها هي كلام والله كلام. دحين ده كل الحركات جات بعد ما كبرنا. يلا البيت. العب 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 العب. وينك؟ موجودا انني هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا بختكم يا بختكم. تلعبوا هنا؟ ايوه. تسحبهم كلهم ذيلا. تحداك. يبتوا لنا هم. اسمع، اتفقتوا على وعدكم. لا سمعوها، اعطونا مهامي وبس. شوفوا يا جماعة. ايوه. نو عمي ناصر. ايوه. يعني قسمنا الحصص على هذا النحو. على اساس ان بندرسوا مادتين. ايوه. ماده الحساب وماده العربي. وهذه المهام وكلت لي ولك يا سعد الله. تمام. طيب. وعلى اساس انها بتكون فتره مسائيه وفتره صباحيه منشان ما تتعارض مع اعمالنا. حلو. انا عن نفسي جاهز. بس شفنا بتكل عليك لان انت خلفيتك افضل من خلفيتي صدق في العلم. طيب طيب ودرويش والعباد وما دورهم؟ دورهم قال دور العباد قال بيدرسوا حساب والدرويش لغة العربية. لا تستمنى عليهم يدرسونه وربي اللي باقي في كوره بيفرمتونه بيمسحونه عليه. والله بيخلوا مخه دهره دهره. ما بدهره من عند انت عمي ناصر متحوش من الموضوع ده. متحوش. انا مع يا ولدي يا سعيدة قدينا بيعلمونا ولا بيدرسونا؟ ها شلوا سبابيركم وشلوا سيمانكم وخلونا قضي باقي عقلي وانا مرتاح. الله مسكين عم ناصر. الله. شوف نا اعطونا الحساب. شبت؟ والعربي انت شله لانه صعب. شوف يا سعد الله. ما فيش حاجة اسمها صعب. ما بقول لك. في كتب لمحو الأمية تتناسب مع أعمارهم وسنهم. طيب. ها. نحن ما بنلبس سروال، أقول لك علمه. أيوه. يعني أنا ما بعرف شيء في العربي، يلا بيه اللي نعرف له في الواو في الحساب. يا سعد الله.
شوف التلميذ قبل كل شيء. عليك أن تعرف نفسيته، نفسية الطالب أو التلميذ. يا أخواني يا عمي ناصر، نحن دارسين وشاربين ويا سعيد. طيب ونقول لنا الحين. طيب ما يبدأ، المهم الحين نحن عن نفسنا وجهنا أنت، واللي كده لقلي درس أنت بالليل لما درس إياه الصبح. وانت صاحب، وانت صاحب الموجه. الموجه اللي عصبرنا. اسمع 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 دكتور تحايا، انتبهوا تلاقون لعمكم ناصر شي حصه الساعه 10 الصبح ولا 1 الظهر ولا 9 بالليل. ليش؟ لانه بيروح بيشوف النسره وبيخليكم. يوم أول يوم بالتعليم. يلا يا ناصر معك إلا تستمر تعليم زين لك. بيدخل الحين أكيد العباد ندرس. وادي صفت اليوم والراشي دي يا عم ناصر. عاد باقي ناقصك إلا البات بس وبتقع كامل ما شاء الله. شوفك صفت اليوم. حق قلبي يا بعد. حق قلبي، حق قلبي. مهم يقولون اطلب العلم من المهد الى اللحد. طيب اسالك يا عم ناصر، انت ما تعلمت وانت صغير؟ لا لا، اصلا ذيك الايام يا ولدي يا العباد ما كان شيء عندنا مدارس، كانت الا علمه. وانت تسرح العلمه؟ لا لا، كنت انطش. الطش يعني بتتعب. نحن في المكان ده بوك يصرف عليك فلوس، واخر شيء باك تتعلم تطلع ماشي منك، يعني الناس مستاملين عليك انك تطلع اهلك طبيب ولا مهندس، واخر شيء طلعت لهم من دار عزبه. تكركسني الحين، تكركسني تكركس العباد. طيب ويوم الطش وين تروح؟ نروح نمس سيجاره في الخرافه، ونروح بعدين البحر نتغسل. ها روح خلي البحر ينفع. بابا هذا نايم ده، وهذا حين الشغله الحين. بابا بنفسك يا سعيد انت، كيس نوم ده. سعد الله، سعد الله، سعد الله، سعد الله. لا إله إلا الله، هذا يلحن ده. صولات. سعد الله. سعيد قم يا سعد الله، قم. عمك ناصر صلى الفجر بس وجالس قدام الصبورة. قم. يا سعد الله قم، صحصح معي يا أخي، قم. احنا بنفسنا بالدرس حق عمك ناصر. واهو كلام الليل يعني يمحي النهار. هذاك وهذا عمك ناصر عاد حق تعليم 60 سنه، والله حق هذا علمه بس طريق المسيد ويرجع بس. بس تقول لي علمه، ما بتعلمه شيء ثاني حاصل. اسمع، خلنا انا بنام شوي. وعمك ناصر ولا قاعد في العزبه ما بيطش. سعد الله قم قم. انت متوقع انه بيتعلم؟ دف للمعلم ووفه التبجيل، كاد المعلم ان يصبح رسولا. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، تجيب كلام كبير ما حد يفهمه. إذا تعلمت غدا سوف تفهم معنى كلامي يا عم ناصر. البرنامج اللي أعطونا إياه أنت والعباد مش موجودين فيه. أعلم ذلك، لكنني سوف أعطيك درسا إضافيا. جف للمعلم ووفه التبجيل، كاد المعلم أن يصبح رسولا. يا سعد الله، بتشيل هذا من قدامي ولا لا؟ يا درويش من غير مطرود،
وأرجوك لا تربش الطالب حقي. مرحبا يا عم ناصر. الحصة اللي بعلمك إياها أنا في الحساب. اسمع يا أستاذ سعد الله، هتقول لي يا عم ناصر، نحن هنا في المسجد الحين، قول لي ناصر حاف. طيب يا ناصر حاف، بنبدأ قلنا في الحساب. أيوة. الحساب هو عبارة عن أربع أشياء. أيوة. الجمع والطرح والضرب والقسمة. طيب واهو الجمع؟ الجمع يعني تجمع، تزيد، علامة زايد. يعني مثلا معك واحد زايد واحد، يقولون له زايد تزيده. يعني هذا علامة زايد. ايوة علامة زايد. طيب وبعدين؟ بعدين حسب ما قلنا معانا الطرح. الطرح ايوة. واهو الطرح؟ الطرح علامة ناقص، يعني واحد ناقص واحد. وهذه يعني علامة ناقص. أيوة هذه يسمونه عندنا الطرح. عرفنا. طيب والثالث؟ الثالث الضرب. ها؟ الضرب. الضرب. أيوة. يا أخي إذا كان شغلة فيها ضرب مفروض يعلمنا إياها ضياء. ها؟ ضياء يعلمنا إياها، لأنه ما في أي شيء هدات وبكاس ومدري واق يعني عاقل. أوه عم ناصر. أوه نقف شعري. وراك مشعق ثيابي. وراك مشعق برشومي. ليه يا عم ناصر؟ وان احنا في الهدى الا في واحد، نحن في الحساب. كنت تقول لي ضرب انت؟ ضرب معناته ضرب في علامة في في واحد في واحد. تقول لي هدى، هذا يسمونه الضرب في. يقول له علامة في. وبعده القسمة. القسمة تقسم عدد على عدد، سمونه قسمة. قسمة. يعني دحين الإشارة الأولية زايد. أيوة. واللي بعدها ناقص. أيوة. وهذا في. أيوة. وهذا قسمة. قسمة. بارك الله فيك، صبرت تتعلم. حياك الله يا أستاذ سعد الله. حياك أستاذ سعد الله. ليلي مع مختارونا في برنامج التعليم حق عمي ناصر. تعرفون اللي يختارونا احنا اللي في برنامج التنظيف ولا الطبخ حق العزب؟ درويش درويش، ماذا تريد مني؟ الا بسألك، ليه ما حطونا في البرنامج حق التعليم حق عمك ناصر؟ وأنت أي مادة تعرفها سوف تدرسها إياه؟ أنا بدرسه مثلا المحفوظات ولا الأشغال ولا البدنية. نسيت مادتين. واه الهبالة والغرام. عادي. خليه الهبالة حقي أعرفها. حتى أنت حرام إنهم يحطونك في البرنامج حق التدريس عمي ناصر. أنت إنسان مناسب إنك تدرسه، برضو كما انت انسان ما شاء الله عليك فلطوح في اللغة العربية. ما كذبت ايها العباد، اعرف قدراتي. صح، بس اللي معه بالعمد يقللون من قدراتك. ما ادري هل هو حقد او غيرة او فزع. لا، اللي معه بالعمد هم يقللون في قدراتك يا درويش. ساريهم من هو درويش.